برو مهراوي يتحدث عن ارتباط نارين بيوتيوغات مروان سابقا وشوسر مع قمر وسيلوي. شاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح تكون مع قمر الطائي اللي ظهرت وهي عم تغني أغنية رومانسية في السيارة، والجمهور بعد ستوري عباس اللي سألهم وين بتتوقعون احنا، هل بتركيا أو لبنان؟ والجمهور بيتوقع إنه قمر الطائي رجعت لتركيا. أما الفنان السيلوي فظهر اليوم وهو عم يلعب طابة مع أولاد حارته. لنا ولين أيضا بيتوقع الجمهور إنه هنن راح يصوروا فيديو مع شيرو، حيث شيرو اليوم نزل ستوري علق عليه إنه هو راح يصور فيديو مع أختين. أيضا ظهر إخوان برهوم معروي في آخر فيديو إلهم عم يحكوا عن محتوى غيت مروان سابقا وحاليا، وحكوا إخوان برهوم معروي إنه محتوى غيت مروان سابقا مع أصحابه كان أحسن، وأيضا حكوا عن علاقته بنارين بيوتي والإشاعات اللي كانت بتطلع عليه. كيف أخلي نارين واو تتذكر مجلدة نارين وغيس مروان؟ قديش طلع عنهم إشاعات إنهم مرتبطين؟ أحرجتها قدام الكاميرا. أيام كمان نارين. أنت مع الإشاعات اللي طلعت عن نارين وغيس وهيك؟ أنا دائما بشجع الإشاعات.